يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. عدنا بعد ما اودى صدم عيشه اهل واللي خلفوني كمان. انا ماني عارف كم صدمه بالضبط، اني بطلت احسب عدد الصدمات صراحه. والمشكله مش هنا، المشكله مو في كميه الصدمات اللي تعرضت لها وانا تابع انمي ون بيس. المشكله انه المتابعين ايش يقولون؟ وانت لسه شفت حاجه؟ اكيد ما شفت حاجه، وصلت حلقه 316 وباقي لي تقريبا 700 حلقه، اكيد ما شفت حاجه. عموما يا جماعه اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوا الموقع التواصل الاجتماعي وقناه الالعاب في صندوق الوصف، والميمز في نفس الوقت كلها قناة واحدة، قناة ترفيهية يعني، تلقوها في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولو ما عجبكم الفيديو حط ديسلايك، اتس فاين. وخلونا نبدأ بالصدمات اللي تعرضت لها أول حاجة في متابعتي لون بيس إلى حلقة 316، ناخذها حبة حبة. احنا ايش ورانا؟ ما الفيديو في النهاية انطباع ومشاركة تجربة. الصدمة الأولى جوينج ميري. يا جوينج ميري. انا يا جماعة اعترف لكم، كنت متوقع اني اعرف نفسي، توقعت اني خلاص بما انه عمري 31 سنة اكيد اعرف نفسي واعرف طريقة تفاعل مشاعري مع الاشياء من حولي. بس اني ابكي على خشبة، ابكي على سفينة خشبية، لا والله ما توقعتها ابدا. التايتانيك انقسمت نصين ولا نزلت عليها دمعة. اوكي بكينا على الركاب، بس ما بكيت على السفينة نفسها. شكرا اودا صراحة، لا من جد شكرا. اكتشفت جزء متخبي داخلي ما كنت ادري عنه، اكتشفت اني ممكن ابكي على جماد حتى ولو كان هذا الجماد مجرد رسمة وسفينة داخل انمي. بس صراحة يعني للامانة الاخلاقية والامانة الانطباعية، اودا لما كتب الجزئية المتعلقة بالسفينة او الجزئية الخاصة بجوينج ميري، صراحة يا جماعة عمل حاجة شاعرية ورهيبة جدا جدا. فكرة تعلق الطاقم بالسفينة يا جماعة ترى فكرة مرة طبيعية جدا ومنطقية. الناس تتعلق باي شيء يظل معهم لفترة طويلة، سواء سيارة ولا بيت ولا مدرسة ولا صديق ولا حيوان ايا كان. واكيد لحظة فراق اشياء لنا معاها ذكريات ما راح تكون سهلة ابدا، فما بالك ان اودا خلى جوينج ميري حاجة شبه حية. اخ يا محشش يا مريض اين انت؟ بس طبعا الحلو في اودا يا جماعة انه ما افتى من كيسه ولا من خياله في جزئية جوينج ميري. فكرة انه السفينة لها روح او كيان اقتبسها بطريقة جدا عبقرية من اسطورة قديمة المانية. المعلومة هذه للأمانة ذكروا لي إياها المتابعين في البث، وأنا رحت بحثت أكثر عنها. يقول لك إيش يقول لك؟ إيش تقول لك الأسطورة الألمانية اللي قالوها البحارة زمان؟ كان البحارة الألمان زمان يا جماعة يزعمون بوجود روح في البحر. الروح هذه سموها كلاباوتر مان، أتمنى إني قاعد أنطق اسمها صح. وكان وصفهم لها إنها رجل أو عفريت صغير يلبس قبعة ويحمل مطرقة في يده ويدخن سجاير طول الوقت. نظرية هل سانجي هو كلاباوتر مان؟ البحارة كانوا يزعمون انه العفريت هذا اللي اسمه كلاباوتر مان يساعد السفن المنكوبة، او السفن اللي توشك انها تغرق او انها ايش خلاص مفكفكة حالتها حالة. والبعض يقول انه من الخطير جدا انك تتواصل مع هذا العفريت بشكل مباشر، او انه حاجة مشؤومة انك تتواصل معاه بشكل مباشر، اذا شفته سيبه في حاله خليه يسوي شغله. والبعض الاخر قال لك لا، كلاباوتر مان هذا شخصية او شيطان شرير او روح شريرة، واي مشاكل تحصل للبحارين او للسفن داخل البحر فهي بسببه. عموما في مصادر وقصص كثيره لهذه الاسطوره، ما راح نتعمق فيها اكثر من اللازم، لكن اودا مش اهبل يا جماعه، اودا مش تنكه، ما راح واقتبس الاسطوره مثل ما هي، انما عدل عليها واضاف لها لمسته الخاصه، وطلعت لنا جوينج ميري بهيئه مختلفه الى حد ما. وبدل ما تكون عفريت هي روح صغيره ولطيفه ولها صوت ناعم ورقيق. بدل ما تكون جوينج ميري مجرد تجسيد لروح تحوم في البحر بشكل عام، خلاها تجسيد للسفينة نفسها. ووقعت هذه السفينة اللي هي جوينج ميري في حب طاقم لوفي وحبت رحلتها معهم، وشافها أوسب في سكايبيا وسط الضباب وهي تصلح السفينة، وبالفعل قدرت انها تصلح نفسها وترجع نفسها الى حالتها الاصلية. وفرانكي في جزيرة ووتر سفن شرح له هذه الجزئية، وكمان في شخص عجوز في احد الفلرات برضو لمح له عنه. انا ما راح اقول اودا يا مجنون، ولا راح ايش اقول؟
محشش، لا محشش مش مجنون. فبشكل عام يا جماعة فكرة وجود going Mary من الأساس وارتباط الطاقم فيها ومن ثم لحظة وداعها اللي خلتني فعلا ببكي وتوظيف أسطورة كلاباوتشر مان فيها، أنا أشوف إنها واحدة من أذكى وألطف الأشياء. في نفس الوقت كانت صدمة رهيبة وجميلة جدا بالنسبة لي. خلصنا؟ لا لسه. الصدمة الثانية CP9 اللي يفترض انهم فرقة سرية وتابعة للحكومة، مش سرية بس سرية جدا. ايش اللي صار يا وجيه؟ طلعوا هم نفسهم طاقم النجارين تبع ايسبرغ. يا مخي قد حسيت وجع بمخك؟ انا مخي عورني، ما حسيت بصداع، لا حسيت مخي كده جوا يعورني. غير كده يا جماعة انا كنت اعتقد انه اذا في قوة خارقة في ون بيس فهي اما قوة من قوة فواكه الشيطان او من مهارات السيافين والسيوف وهذه الأشياء، أو أي قوة ممكن تنتج من كائنات غير بشرية زي البرمائيين وحوش البحر والعمالقة وغيره. بس لا، خذ لك صدمة ومعلومة جديدة يا وجيه، طلع كمان مش بس فواكه شيطان ومش بس سيوف ومش كائنات بحرية وغير بحرية ومن ذا الكلام، طلع كمان في شيء اسمه الفنون الستة أو القوى الستة. يا ساتر يا ساتر، رحمني يا أودا، الله يخليك، خليني استوعب زحمة الأشياء دي بعدين ابدا كده دفدفها بتدريج. ايش ده الزحمة كلها؟ بوف بوف، صدمة ورا صدمة، معلومة سر سؤال جواب، حب 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 حب، الله يرضى عليك. طب حلو، خلصنا صدمات؟ لا لسه. التاريخ المفقود وأحجار البونغوليف، مدري البونغوليف، مدري النيل المنيلة هذيك، وفلاش باك روبن التعيس. ما في شيء جديد صراحة من ناحية الفلاش باكات، كل الشخصيات عندها فلاش باك أتعس من الثاني، تحس الشخصيات كذا يتنافسون في من لديه ماضي أتعس من الثاني. فلاش باك سانجي يا تعاسته، فلاش باك شبر يا تعاسته، وفلاش باك روبن يا ساتر يقلع أم التعاسة والحزن والألم اللي في ذا الفلاش باك. أوكي حتى زورو ونامي عندهم فلاش باكات وفيها شوية حزن، بس روبن، روبن يا جماعة ماضي روبن يا لطيف، يمينا بالله اني ماسك الدمعة هنا هنا، شتندر شتندر اظنها ندرت. الصراحة يا جماعة بناء الشخصيات في عالم ون بيس من اجمل الاشياء. ممكن بعض المتابعين يشوفون انه السوداوية والتعاسة الزائدة في ماضي الشخصيات حاجة مبالغ فيها وما هي منطقية وما هي واقعية، بس معليش يا حبيبي ركز معايا، شغل لي مخك شوية. ابغى طاقم قبعة القش اللي يهيمون ويسبحون ويسافرون في هذا البحر العتيق ويقابلون وحوش واشرار ومصايب الدنيا والاخرة، يكون عندهم ماضي وردي وحياة سعيدة. لو عندهم ماضي وردي وحياة سعيدة ما وصلوا الأم البحر ذا، كان يمداهم تكين هناك في المدن ولا تلاقيهم مع البحرية. أكيد بيكون عندهم ماضي تعيس ويجيب أم الهم. طبعا كل ده كوم، أم روبن والعلماء اللي معاها، كوم ثاني والتاريخ المفقود والآثار وحكومة العالم والمصايب المنيلة بستين نيلة معاهم ونداء الدمار وبشاعته وأوكيجي وفاكهة الجليد. يقلع يا الله، إيش بس سيبوني بربر، سيبوني أهرج. بالحديث يا جماعة عن أوكيجي للأمانة أنا أشوفه واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للاهتمام، هيبة، حضور، شخصية مرعبة. الوقت اللي يظهر فيه أوكيجي، يعني أول ظهور له كان مرة غريب، راكب سيكل ويمشي في البحر. يا راسي، يا الصداع، أودا مهبول محشش. الوقت اللي يظهر فيه أوكيجي وأنا أقول الله يستر يا راجل، اللحظة اللي جمد فيها البحر وقال آيس إيج، يقلع أم اللحظة البسيطة ذيك اللي خرشت أهل أهلي، جمد أم البحر وجمد وحش بحر وقال للناس يلا تفضلوا امشوا سيدة كذا راح توصلوا للطريق اللي تبغوا يا شيخ. وبالرغم من وضوح توجهه ومنصبه اللي هو أوكيجي، إلا إنه في نفس الوقت يا جماعة ما زال شخصية رمادية وغير قابلة للفهم بالنسبة لي. يعني في البداية هو مع البحرية أوكي كان في إجازة وقال لهم أنا في إجازة ما راح أسوي لكم حاجة، ولكن بعدين قرر أنه يسوي لهم حاجة، بعدين ما سوى لهم حاجة، جمدهم بعدين تركهم، غير أنه ساعد روبن لما كانت صغيرة في هذيك الجزيرة. شخصية رمادية، شخصية ما تقدر تحكم عليها، شخصية كده تخليك تقول هو طيب ولا هو شرير، بعد تصرفاته تقول انه اوه لا والله في خير، وبعد تصرفاته تقول انه والله انه كلب من كلاب البحريه. ما اعرف ما راح اقدر احكم على أوكيجي بشكل واضح ابدا، على الاقل الى ما وصلت في الانمي. ولكن كل اللي اقدر اقوله لكم يا جماعه اني متشوق جدا 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 اني اتعرف اكثر على أوكيجي وشخصيات ثانيه كثيره صراحه، من ضمنها اللحيه البيضاء واللحيه السوداء واحمر الشعر شانكس. ما في وقت، الفيديو يا دوبك، ايش اتكلم عن ايش ولا ايش؟ خلصنا صدمات يا وجيه؟ لا لسه. تعال على الصدمة اللي بعدها عزيزي الوجيه، اجل جولدي روجر هو جد لوفي ها؟
انت كذا تتوقع يا ضعيف الاراده. اجل سول العملاق الجحش ذاك ابو شعر برتقالي جد لوفي، ها يا محشش يا وجيه، والله انت المحشش مو اودا. انا ماني عارف وين كان مخي وقتها يا اخي، بس انا استاهل اني مسوي اقدر اتوقع ايش مخ اودا اصلا. طيب ايش اللي طلع في النهايه؟ طلع قارب جد لوفي، ودراغون ابو لوفي، وايس اخو لوفي. اه دماغي آية، فصل أيمن فصل أيسر، آية مخيخي. اللي قهرني إيش؟ كنت جالس مع واحد من المتابعين اسمه إبرا شانكس، الله يعطيه الصحة والعافية ووجيه له تحية، إنسان رهيب. قال لي إيش؟ قال لي يا وجيه ترى لو ركزت في أول ظهور لدراغون، قال عبارة لو ركزت فيها وشديت حيلك، والله ما أتوقع. وجابها بطريقة وسخة أودا صراحة. العبارة اللي قالها دراغون، قال كذا ها، بعد ما أنقذ لوفي وخلاه يفقع من سموكر، قال إذا قرصان لا أمانع. أحا يا وجيه كيف راحت عليك؟ ما عليه، ما انت جالس تدوس يوميا 10-12 حلقة، اكيد بتفوت عليك الاشياء ذي. صدمة 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 ابو لوفي وجد لوفي ذي. خلصنا؟ لا لسه. جد لوفي قارب نائب في البحرية، توقع نائب في البحرية صح؟ المهم انه ايش؟ منصب في البحرية. ابو لوفي دراغون قائد جيش الثوار، ولوفي لوفي 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 قرصان. أنا أهني أم 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 العيلة المضروبة، فلا الأب خلف ثوري، ولا الجد ربى كلب للبحرية مثله، ولا لوفي طلع الواحد منهم أبدا، طلع قرصان حاجة مختلفة ثانية. شنتف شعري شاسوي بنفسي مصيبة يا أودا. خلصنا؟ لا لسه. إيس قائد عند اللحية البيضة، ولوفي قرصان عليه باونتي 100 مليون، دراغون قائد جيش الثوار، قارب كلب عند البحرية، إيس يطارد ورا اللحية السوداء، اللحية السوداء يطارد ورا لوفي، شانكس يطلب من اللحية البيضة إنه يترك اللحية السوداء في حاله إلى حد ما، أو إلى مرحلة ما، أو إلى أن تصير الأمور بطريقة ما. اللحية البيضة حالف طلق وثلاثة أيمان وأيمان مغلظة، وقسما بالله والذي نفسي بيده إنه ما راح يترك اللحية السوداء، لأنه انتهك مبادئ وأخلاقيات القراصنة. توم بنى سفينة جولدي روجر، فرانكي جالس يبني سفينة لوفي الجديدة. يا الله ايش فيه؟ شايفين الحوسة دي؟ شايفين اللغوصة دي؟ شايفين كمية الترابط والتشعب في العلاقات والتاريخ؟ أنا هنا مو أدوخ، أنا أنطرب، أنا أنتشي، أنا كده أطير. أنا هنا بس ارمي لي دربكة واترك الباقي علي. عنصر التشويق والغموض والأسئلة اللي تنطرح يا شيخ، خلي الأكشن على جنب، خلي الكوميديا على جنب، خلي السبهلة على جنب. عنصر التشويق والأسرار والأسئلة اللي تنطرح والأسئلة اللي تتجاوب جابت راسي. أنا مستعد أتابع الأنمي بس علشان أسئلة وأجوبة، غموض ووضوح، تعقيد ولحسة مخ. أخ العجيب انه سول، يا رب اني فاكر اسمه يا جماعه، العملاق ذاك اللي ظهر في جزيره روبن، اللي كان مع البحريه وبعدين جرفه الموج وقابل روبن وجلس يسولف معاه، قال معلومه خلتني اتعلق اكثر في هذا الانمي وابغى اعرف اكثر عنه. قال لها انه كل فرد من افراد عائلتهم يحمل حرف دي في وسط اسمه، جولدي روجر، بورتوغيس دي ايس، مونكي دي لوفي، اللحيه السوداء مدري ايش تيتش. يا ابو انت من جدكم تبغوني نحفظ اسماء؟ انا اخر واحد يحفظ اسماء، بس كويس اني طلعت بالاسماء ذي. عموما هذا الشيء اصلا هو اللي خلاني اقول انه العملاق هذاك سول ابو شعر برتقالي هو جد لوفي. معليش خذوني على قد عقلي، انا انسان طبيعي ماني زي اودا، وطلع كلامي غلط في النهايه يعني. بس ماني عارف بالتحديد يعني هل المقصود بالعيله انه الناس دول اللي عندهم حرف دي في وسط اسمهم هم عيله من دم ولحم، ولا مجرد عائله زي عائلات المافيا والعائلات الشكليه اللي ما تربطهم صله دم ولحم، وإنما تربطهم علاقة قديمة وتاريخ وتفاصيل ثانية. برضو هذه من أكثر الأشياء اللي الفضول بيذبحني عليها، أبغى أعرف إيش قصة أم حرف الدين اللي في النص ده يا شيخ. أنا في البداية توقعت أوه جولدي روجر، مانكي دي لوفي، ومدري إيش، حتى ذاك أبو شعر برتقالي سول مدري، خلاص جماعة كلهم جماعة انتهى. وطلعوا ثانيين، طلع في دراغون، وطلع فيها إيش اسمه ذاك قارب. ما عليه وجيه، لا تستعجل، كله حيجيك، بتجيك إجابة لكل سؤال تطرحه، مثل ما كل سؤال تقريبا طرحته وصلتك إجابة عليه. لا تستعجل على رزقك، قدامك 700 حلقة وحاجة. خلصنا صدمات يا وجيه صح؟ أكيد خلصنا. لا لسه. اليونكو والعالم الجديد او البحر الجديد او اين كان اسمه، ولقاء شانكس مع اللحية البيضة، والهاكي هاكي ها هاكي والهاكي تبع شانكس ان شاء الله انه اسمه هاكي صح، هاكي اللي خلت نص طاقم اللحية البيضة يغمى عليهم، اغمي عليهم، سقطوا على وجيههم من هيبة
ايش هو الهاكي ذا؟ ابغى اعرف ايش قصة ام الهاكي ذا. لا تستعجل يا وجيه، كل شيء في عالم اودا راح يتفسر. اهجد 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 اهجد. عموما يا جماعة، بالرغم من بساطة اللقاء هذاك اللي حصل بين شانكس واللحية البيضة، الا انه كان لقاء يوتر يا رجل. اقسم لك مية توتر ذاك اللقاء، لقاء مرعب يا رجل. السماء السماء يقلع ابليسك يا ودا، السماء انشقت، السماء انشقت لما حطوا سيوفهم على بعض. اي فواكه شيطان واي فنون ستة واي نيلة منيلة انا داخل جديد عليها. ويحك، اقسم بالله المشهد هذا، حوار شانكس مع اللحية البيضة بعد ما قفلت بث يمكن عدته 3 أو 4 مرات. ايش فيه يا ود؟ ايش فيه؟ هي هذه اللحظات، هذه اللحظات بالتحديد يا جماعة، هذا الغموض وهذه الأسرار، هذه الأشياء تخليني أحب العمل، أحبه، أحب الشيء اللي أنا قاعد أتابعه. مش بس ون بيس، أي شيء كده فيه ذا النوع من التعقيد، فيه ذا النوع من التفاصيل، أنا انبسط عليه. والله الدنيا، الوجيه 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 قاعد يقول الكلام ذا عن ون بيس. الله يدني الله يدني يا جماعة. أما بعد عزيزي الوجيه، هذه الصدمات اللي تعرضت لها يعني تقريبا شاركتها معك، أو على الأقل هذه الصدمات اللي تحضرني، لأني متأكد لو جلست أجمع في الصدمات بيوصل الفيديو ساعة. أنا ما نعرف كم مدة الفيديو إلين ذا الحين. عموما يا جماعة، أنا الآن أقدر أقول بالرغم من إني ما زلت غير متأكد، ولكن أعتقد والله أعلم إنه صار عندي تصور شبه واضح لطريقة كتابة أودا، أو على الأقل الهوية اللي أسس وبنى عليها هذا العالم أو عالم ون بيس، أو طريقة سير الأمور في هذا الأنمي بشكل عام. من وجهة نظري يا جماعة، أعتقد والله أعلم إنه الآدمي هذا أودا ببساطة خلق أنمي ون بيس بطريقة شبه عشوائية. أوكي، فهمتني غلط، مش عشوائية بالطريقة يعني العشوائي، كيف أشرح لك؟ مش عشوائية في الكتابة نفسها، إنما عشوائية في طريقة بناء أعمدة وأسس هذا الأنمي أو هذه المانجا أو هذا العالم بشكل عام. بمعنى إنه ما في طريقة ثابتة ودقيقة لهوية الأنمي، يعني تشوف الأنمي كده من بعيد تقول ما راح تقدر تفهم كده ببساطة. ما فهمت قصدي صح؟ حتى أنا ماني عارف كيف أوصل لكم الفكرة. يا الله أودا يا مجنون، لحست مخ الرجال يا أودا. أكتب أكتب كده في التعليقات عادي، أنا استاهل أنا استاهل. عموما بحاول أبسط لكم إيش فكرة العشوائية اللي أقصدها في بناء عالم ون بيس أو هوية ون بيس بشكل عام. هوية ون بيس يا جماعة عبارة عن إيش؟ خذ لك كوميديا مال أم أم أمها لزمة، وفي نفس الوقت أعطيك كوميديا ومشاهد تخليك تفطس من الضحك، كوميديا حقيقية. خذ أكشن بيض ويجيب الهم وما الأم أم أم أي داعي، وفي نفس الوقت خذ لك أكشن ومشاهد قتالية تخليك تقفز من مكانك. خذ لك حوارات سخيفة وشخصيات خايسة، وفي نفس الوقت خذ عندك حوارات وشخصيات فاخرة اللعنة، مش بس شكلا ورسما، إنما كتابة وحواراتا وحضورا وكاريزمة. خذ عندك وضوح وأشياء بسيطة كذا يفهمها العاقل والمجنون، بس في نفس الوقت خذ عندك غموض، خذ عندك أسرار، خذ عندك تساؤلات، سؤال ينطرح وسؤال يتجاوب، وشي يرمي لك كذا فيه لمحة لمحة كذا مشهد لمحة. الكلام ده كثير قالوا لي إياه، وأنا قاعد أقول الحين، ترى قاعد أقول الكلام اللي انقال لي لأني شفته فعلا. حاجة كذا تترمي في حلقة ما تدري وش سالفتها، بعد 50 حلقة يشرحها لك. اوه لوفي في ساحة الاعدام صابها البرق وما صار له شيء، والوجيه قاعد يلطم. يا اخي يا جماعة ايش هذا؟ شوية منطقة، احتاج تبرير. هيا تعال بعدها ب20 مدري 30 حلقة وفي معركة في سكايبيا مع اينيل اينيل، هذا الادمي تقول اسمه غلط يروح، في معركة لوفي ضد إينيل إينيل تم توضيح ليش البرق ما أثر على لوفي في ساحة الإعدام لما كان باقي قاعد يحاول يعدم لوفي. بس خلاص، أنا كنت أشرح العشوائية اللي أبغى أوصل لكم فكرتها، وفجأة دخلنا في موضوع ثاني. هو هذا نظام أودا اللي أنا فهمته إلى الآن، هذه هي العشوائية اللي وصفتها في أسس وأعمدة هذا الأنمي. والحلو يا جماعة إنه العشوائية والسبهلة الذي اللي صايرة في الأنمي وماخذ جزء كبير من الأنمي بقدر ما الأشياء الحلوة والجميلة والغامضة والممتعة ماخذ حيز كبير، إلا إنها للأمانة شيء رهيب، وأعطى للأنمي هوية جدا مميزة ومختلفة. قولوا عني مطبل، قولوا عني زبال، قولوا عني اللي تقولوا، هذا كلامي وقلته. وشوفوا يا جماعة، والله نفسي انقطع يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. العادة ما أصور فيديوهات بهذه الطاقة. أنا قلتها في البث 20,000 مرة وكتبتها في تويتر مرة. يا جماعة الخير، أنا ما أقدر ألوم أي أحد يطبل لون بيس أبدا. طبل لون بيس، شبح له،
طبل مره ثانيه وجيب نامي تهز وسطها عليه، عاد نامي بتفل امها هي تحب قله الحياه والمسخره هذه. خذ راحتك، والله ما اقدر اقول لك عينك في راسك. حتى لو بعد فتره اتغيرت نظرتي للانمي وتغير حكمي عليه، طبل وخذ راحتك يا شيخ، الضوء الأخضر من عندي، انطلقوا طبلوا. غير كذا يا جماعة والله قاعد أواجه مشكلة ماني قادر أوصل لتصور أو تقييم منطقي ومرضي بالنسبة لي الون بيس، لأني لسه ما تابعت إلا 316 حلقة. فكل ما أحاول أقيم أو أعطي انطباع دقيق لأنمي ون بيس مخي كهرب، والله مخي يعلق، والله مخي يعلق. المشكلة كمان إيش، حتى الاستهبال والخرشات اللي مال أمها لازمة بديت أتصالح معاه، بديت أشوفها جزء لا يتجزأ من هوية هذا الأنمي. ما أعتقد إني راح أتقبل فكرة إنه أنمي ون بيس بيصير كذا أنمي جدي 100%. لازم فيه سبهلة، لا لازم فيه استهبال، لازم فيه أشياء غير منطقية، لازم واحد يطيح من الدور 20 وما يصير له شيء، لازم نامي تكون ماشية كذا فجأة ويجيك واحد طاير من الطاقم ويطيح قدامها بالصدفة. لازم، ما عاد أقدر أتقبل العمل إلا بالخرشات هذه. جدي 100% ما أقدر أتقبله. يا رب ما يصير جدي 100%. من جد لو جات حلقة كلها جدية وما فيها أي استهبال بشك إنه أودا اللي كتبها، يمكن فيلر، يمكن كتبها هو ما هو صاحب. عموما يا جماعة اللي بقوله لكم، لأنه طولنا صراحة في هذه الجزئية، بقد ما الاستهبال حاضر والخرشات حاضرة، قد ما هي جزء من تكوين وهوية وأساس عالم ون بيس. حلو الكلام، حلو الكلام. توقع الغير متوقع وجيب الغير متوقع وشوف ايش هو وتوقع شيء ثاني غيره. هذا مبدأ اتخذته بعد ما تحرياتي كلها او معظمها رميتها عرض الحائط. ها يا وجهي، ايش تتوقع؟ مين ابو لوفيا ومين جده؟ هيا القم، لا هذا ولا هذاك، جده قارب وابو دراغون. اوه في شخص هناك كذا في الضباب يصلح السفينه في سكايبيا، واوسب شافه. مين تتوقع يا وجيه؟ انا سبك ترى كذا في مرحله ما جلست اتوقع، قلت اوه هل ممكن انه يكون هذاك الشخص اللي قابلهم هناك؟ لا هل ممكن يكون هذاك شو اسمه احمر الشعر شانكس؟ لا هل ما جاء في بالي انه اللي قاعد يصلح ميري هي ميري نفسها. توقع الغير متوقع، واذا توقعت الغير متوقع اتوقع شيء غيرهم وما حتجيبها، ما حتجيبها برضو يعني، بس على الاقل تكون ها يمكن قربت. اوه الطاقم عالقين في جسر تحت البحر وفجأة الموية دخلت عليهم وكانوا بيغرقوا وبيموتوا، وفجأة حورية بحر جات وانقذتهم. اوه الله يعطيك العافية اودا، كمان في حوريات بحر في ون بيس؟ اكيد حورية جميلة، اكيد واحدة تجنن وكيوت. اخر شيء طلعت مين؟ حبيبة توم اللي تسوق القطار، الزعبة، الزعبة اللي وجهها معلق كذا. يا راجل أودا غير أم مفهوم الحوريات، حوريات البحر غيره، غير هوليوود، بوليوود، تلفزيون، سينما، أفلام كرتون، قصص، روايات، أساطير، كلهم اتفقوا إن حوريات البحر نصف سمكة ونصف أنثى، شعرها طويل ناعم، جميلة المنظر ومثيرة ومن ذا الكلام، وملامحها تذوب الحديد من جمالها. جاك أودا وقال لك لا، حورية البحر زعبة الله، تشوفها تقول أعوذ بالله من الشيطان، لو شفتها قبل ما تنام يمكن تحلم فيها كابوس. ببساطة كذا أودا جاء هدم أم نظرة أجيال وأجيال من البشر عن حورية البحر، وقال لهم يلا إيش في راسكم شيء؟ حورية البحر من منظوري زي كذا زعبة، زعبة، عجبك عجبك، ما عجبك بكيفك يا ابويا، لا تتابع الانمي روح تابع انمي ثاني. غير كذا يا جماعة فواكه الشيطان، انا في الفيديو الماضي ربما كان عندي ملاحظات على فواكه الشيطان، انه بعض فواكه الشيطان ما لامها لازمة وفيها قوة معفنة، وايش كان يحس اودا وهو يكتبها وقتها؟ اوكي انا ما زلت عند كلمتي، ايش كان يحس فيه اودا وهو يكتب بعض قوى فواكه الشيطان؟ بس صراحة يا جماعة كل ما تعمقت في الانمي، كل ما فهمت عالم اودا المجنون هذا، وكل ما فهمت طريقة كتابته لهذا العالم، كل ما صار الموضوع منطقي اكثر واكثر. عشوائية فواكه الشيطان منطقية وواقعية جدا، مش منطقية وواقعية بناء على قوانين الفيزياء والطبيعة اللي تحكمنا احنا كبشر، بناء على طريقة العالم اللي كتبه اودا. يعني بالله يا وجيه، ليش تتوقع انه فواكه الشيطان كلها بتكون فخمة ولها نظام كده متماسك؟ عشوائية الفواكه وفوضويتها وعبثيتها أكثر منطقية، مثل ما في فواكه فخمة وكذا تخليك تقول واو إيش الشغل هذا، برضو في فواكه ثانية يا شيخ ما تسوى بصلة، يمكن في فاكهة البصلة لسه ما اكتشفتها. وهذا الصح، ترى حرفيا هذا الصح، هذا الأكثر منطقية وملائمة لبيئة الأنمي. عشوائية الفواكه وعبثيتها، جمالها وقبحها أفضل بكثير من إنها تكون منظمة وممتازة وفخمة في معظم الأوقات. كل اللي بقدر اقوله لك عزيزي الون بيس، طبل 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 الين تدوخ. ما اقدر الومكم لا في حب ون بيس ولا في حب اودا ولا في حب اي شيء في هذا الانمي.
خذوا راحتكم. انا كان ودي اتكلم عن روبن، كان ودي اتكلم عن لوفي وتطور قدراته الرهيب جدا، كان ودي اتكلم عن سانجي ورجله اللي فجأة كده صارت من نار اللي زمان قلت عنها غير مبررة، وانا متأكد انه بالذات بعد ظهور السي بي 9 بيكون في تفسير لقوة رجل سانجي. ودي اتكلم عن زورو، عن تشوبر، عن فرانكي، عن ايسبرغ، عن اوكيجي، عن غارب، عن وعن 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 وعن. ما راح اخلص عن عنا، ما راح اخلص عن عنا، شخصيات كثيرة ابغى اتكلم عنها بس ما في وقت. الفيديو كم 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 شخصيات كثيرة صراحة ودي اتكلم عنها، بس والله الفيديو بيوصل 20,000 ساعة، وانا عارف انه ما عندكم وقت وتبغوا تعرفوا الانطباع كذا على السريع، لانه احنا ما زلنا قاعدين نتابع الانمي. ولكن قبل ما ننتقل للنقطة الأخيرة بخصوص سلاح نامي، انا ما زلت عند وجهة نظري من ناحية سلاح نامي. سلاح نامي صح انه مبرر، برروه، بس التبرير لسه كذا ما خش دماغي. من وجهة نظري انه سلاح نامي وقوته فيه فجوات وسلبيات صراحة ما عجبتني. واصلا وبشكل عام اتمنى انكم ما تزعلوا، لا احد يحط ديسلايك، ها احد حط ديسلايك تكفى، حط ديسلايك، امزح معك كذا ما عجبك الكلام حط ديسلايك، احنا هنا ديمقراطيين يا ابوي. اللي بقوله لكم يا جماعه، انا اشوف انه نامي، لا مش مجرد، لا تقول مجرد، انا اشوف انه نامي عنصر استعراضي وفان سيرفيس بقدر ما هي عنصر ملاحي ومفيده للطاقم. هي مفيدة للطاقم، ما فيها كلام، مفيدة جدا ومديرة مالية بطلة جدا، بس في نفس الوقت السلاح اللي اعطاها اياه اودا الله تسليكي 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 مهما كانت المبررة. لو في تبرير اكثر ممكن يجي في المستقبل اوكي، لكن الى الان ما في اي تبرير خش دماغي. سراب وتنسخ نفسها، من وين النسخ ذي؟ قاعد لا تقهرني، ماني قادر والله ماني قادر. فخلونا نقفل الموضوع، نامي وسلاحها افضل افضل، ما عاد بنتكلم عنه، ايش رايكم؟ ديل. هلقم ديسلايك يا شيخ انت ونظارتك هذه، قال لك نامي سلاح نامي. عموما يا جماعة ختاما، يعني قبل ما نقفل الفيديو، انا قررت اني اخصص جزء من الفيديو لشخصية اوسب. ليش اوسب بالتحديد؟ لاني اشوف شخصية اوسب من اكثر الشخصيات المظلومة، ما هو بواسطة جمهور ون بيس بشكل عام، لاني لسه ما تابعت، ما اقدر احكم مثل ما يحكم العامة، ولكن بالنسبة للمتابعين عندي انا اشوف انهم قاعدين يظلمونه. واعتقد والله اعلم انه احد اسباب الكره والنفي اللي قاعد يتعرض لها اوسب بسبب عدم معرفة وفهم الجمهور لشخصية وسلوك هذا الانسان الضعيف. ولاحظوا اني قلت ضعيف، وانا اعنيها، احب اوسب ومرة اتعاطف معه، بس انه ضعيف، جبان، رمة، ضعيف شخصية، مسكين ضعيف والله. كثير من المتابعين اشوفهم يسبون ويشتمون فيه ليل ونهار، ولا اقدر الومهم صراحة، كل واحد يشوف الامور من منظوره ومن حكم معين. ولكن من وجهة نظري يا جماعة، انا اشوف انه اوسب من اكثر الشخصيات منطقية وواقعية في ون بيس، باستثناء خشمه طبعا. شخصية اوسب يا جماعة شخصية مكتوبة بعناية فائقة جدا، انا ما اعرف وش تعني هذه الشخصية بالتحديد لأودا، بس والله العظيم انه كتبها بعناية جدا من ناحية نفسية واجتماعية وسلوكية. هذا حكمي عليه الين ايش؟ الين حلقة 16. عاد بعد كذا يطلع ابن كلب انا العن خيره، اسوي فيديو كذا، فيديو لعن خير اوسب. فانا اتكلم الى حد ما وصلت، شخصيه اوسب شخصيه واقعيه ومنطقيه جدا. ولكن هل الناس تكرهه لانه جبان؟ اذا بتكرهه لانه جبان، احب اقول لك انه هذا مش سبب. معناته كذا يلا خلينا نكره سانجي لانه خروف، خلينا نكره زورو لانه يضيع في ما عنده جي بي اس، خلينا نكره نامي لانها جولد ديجر او عبده فلوس. فاذا كرهك لاوسب لانه ضعيف شخصيه وجبان، ترى ما هو سبب كافي للكره. سانجي خروف بس في نفس الوقت صنديد، اذا دق الطبول الحرب يفرد رجلين ويشب السيجاره ويروح يلعن خير اللي ما ينلعن. زورو خبل ويضيع، لو حطيته في غرفه وفيها باب وشباك ما بيعرف يخرج، من وين؟ يمين ولا يسار؟ الباب قدامك، لا يمكن في طريق ثاني. نامي عبده للدراهم وشخصيه استعراضيه مثل ما قلت، بس في نفس الوقت ذكيه ومديرة مالية وتفهم في أمور كثيرة من ضمنها الملاحة وغيرها. فكرهك لأوسب لأنه جبان ترى ما هو سبب كافي للمرة مليون، لأنه الشجاعة يا جماعة أحد الأمور اللي اختلفوا فيها الفلاسفة والأطباء. ناس تقول لك جينات، إنه الشجاعة جينات، إذا ما هي موجودة في جيناتك فراح تظل جبان. وناس تقول لك لا، هي تربية وأمور سلوكية ممكن تتعدل. وبعضهم يقول لك إنه صعب جدا 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 إنك تصنع من شخص جبان شخص شجاع، مش مستحيل بس صعب. وبالرغم من انه اوسب يقاتل ويكافح ضعفه وقلة حيلته قد ما يقدر، يحاول يكون شجاع، يحاول يكون فطين، بس ماش الولد معطوب، الولد معطوب من الله. وعلشان يغطي على ضعفه وعدم شجاعته، ايش اللي سواه اوسب؟ صار كذاب كبير وعنده من الخراط والكذب مؤلفات وكتب. انا عندي جيش مكون من 8000 قرصان، انا سويت، انا فعلت. هو لو شاف سمكة قرش تجيهم من الركب، دائما تجيهم من الركب، اول واحد يجيهم من الركب، اول واحد يخاف لما يشوف جزيرة جديدة.
جديدة. فإذا تكره، أنا بديت أحس صح، حست أم دماغكم وحس دماغي أنا كمان، افهم شخصية أوسب راح تتقبل. غالبا بتقول لي والله أنا كرهته لأنه ترك لوفي في الووتر 7 لأنه تمرد على عمه. برضو ترى يا جماعة لحظة فكروا فيها، ترى ردة فعله كانت منطقية جدا جدا وقتها، لأنه من منظور أوسب هو كان يعتقد أنه يتشارك في قيادة هذه السفينة مع لوفي، أو قيادة هذا الطاقم مع لوفي، وأنه قرار الاستغناء عن ميري وقتها كان قرار مفروض يتم إشراكه أو إقحامه فيه. كيف تتخذون قرار بالاستغناء عن ميري من دوني؟ أنا مدير كبير زي لوفي. غير كذا لا تنسوا أنه ميري هدية من صديقة أوسب، فطبيعي كان يسوي حفلة، طبيعي كان يسوي ردة فعل. عموما كان يعتقد أنه له يد في القيادة واتخاذ القرارات، بالرغم من أنه عارف هذا الشيء، هو داخله وفي قرارة نفسه عارف أنه هو مجرد عضو في الطاقم وله مهام معينة وشغل معين يسويه بس. ولكن ضعف شخصيته وقلة حيلته خلوه يتوهم أنه قائد وأنه له يد في هذه القرارات الكبيرة. أوكي لك وجهة نظر تقدر تقدمها، بس في وقت اتخاذ القرارات الكبيرة لوفي يقدر يتخذ القرار. زورو عمره ما كسر في قرارات لوفي، سانجي عمره ما كسر في قرارات لوفي، نامي عمرها ما كسرت في قرارات لوفي، اقصد القرارات الكبيره المصيريه اللي لوفي يكون فعلا فيها جاد ما هو قاعد يستهبل. غير كذا يا جماعه انقلابها على لوفي هي رده فعل طبيعيه من وجهة نظر شخصية جبانة، ومن وجهة نظر شخصية ضعيفة، ومن وجهة نظر شخصية كذابة. أوسب لما انقلب على لوفي في هذيك اللحظة كانت لحظة ضعف، لحظة ضعف وغضب، ولا كان حاسب لها حساب ولا يدري وين رايح فيها. كان يعتقد ان لوفي والطاقم راح يتعاطفون معاه، كان يعتقد انه اوه ممكن تصير معجزة ويجون يحبون خشمه، بالرغم من انه لو فيه احد لمس شعره من شعر أوسب الطاقم كله يتحرك ويروحون يدعسون على ابو اللي مد يده عليه. ولكن يا أوسب كونك تعتقد انك قائد وصاحب قرار، لا معلش، لا هنا معلش، السفينة هذه لها قائد ولها طاقم، وانت احد طاقم هذه السفينة ولك مهام وواجبات معينة، زي ما زورو له مهام وواجبات معينة، زي ما سانجي له مهام وواجبات معينة، زي ما تشوبر له واجبات ومهام معينة، زي ما نامي لها واجبات ومهام معينة، انت لك مهام وواجبات معينة. بس وقتها ولضعف شخصيته وضعف بصيرته، والله يا خليته ضعيف، انا شغلت امكم ضعيف ضعيف ضعيف، لا الواقع فعلا، لكن لضعف شخصيته وقتها قال يا وي انا انسحب من الطاقم يلا مع السلامة، وانت يا لوفي الساعة 10 في الليل مدري بعد العشاء نتقابل هنا مضاربة بيني وبينك راس براس. ترى حرفيا ما حسب حساب لكلامه، لو جاء احد ولحق وراه وحاول يواسيه او يحاول كذا ايش يطبطب عليه كان هدى، كان تعوذ من ابليس كان روق. ولكن لوفي وزورو قالوا سيبوه في حاله، لأنه لازم ينحط له حد. الكلام ذا ما صرحوا فيه ولكن هذا الواقع، لازم ينحط له حد، إذا ما وقفناه عند حده الحين يرجع يتفزلق علينا في المستقبل. آخر شيء المسكين اندق وتلطم وراح، ومش لأنه لوفي يكرهه، لوفي ما ضربه لأنه يكرهه. لوفي لو فاكرين جلس يبكي مقهور مغبون لأنه ضرب أوسب ولأنه أوسب تركهم، دمعة قهر دمعة غبنة، لأنه يحبه ويقدره ويعتبره أخو صديق. بس إيش اللي سواه لوفي؟ كان لابد إنه يرسم حدود وخطوط للأشياء والصلاحيات لكل فرد في طاقم السفينة، في نظام في حدود لازم تمشي عليه، مش كل مرة بتيجي تقعد تتفزلق علينا. أوسب تورط وأخذته العزة بالإثم وأصر واستكبر، وإثباتا لكلامي أنه تورط في اتخاذ ذاك القرار أنه يترك السفينة والطاقم، أول ما لقي فرصة يرجع للطاقم رجع، ولكن برضو لأنه ضعيف شخصية ومسكين وغلبان رجع على هيئة سوجي كينج. جبان ضعيف والله يا جماعة، حتى قرار الرجعة اللي الكل راح يرحب له كده بالحضن، تعال الكل بيستقبله بالأحضان، ما قدر يتخذه. قال أنا ماني راجع، وراح تنكر ورجع بشخصية ثانية. والله طولت عليكم يا جماعة، وأتوقع يعني الفيديو ترى ما هو يعني ما في نص معين أنا مجهزه ولا شيء، هي مجرد نقاط كذا أنا مجهزة وقاعد أتكلم فيها بعشوائية، فإذا هبت تقبلوا هبدتي. لازم أهبد، الهبد أسلوب حياة. اللي بقول لكم يا جماعة لا تظلموا أوسب، أنا ما أعرف إيش راح يصير في المستقبل، بس إلى حد ما وصلت أنا أشوف إنه أوسب مسكين وغلبان ومن أكثر الشخصيات المنطقية والمكتوبة بشكل واقعي جدا جدا، وكل تصرفاته منطقية جدا بناء على نفسية وسلوكيات وصفات. وأتمنى يا رب يا رب أنا أشوف المتابعين يقولوا لي محمد أودن يكره أم أوسب، أتمنى إنه مش علشان السبب التافه ذا، أتمنى إنه في سبب في المستقبل يخليني أقول أوكي من حقكم تكره أوسب. أما لو يطلع علشان الأسباب هذه يا جماعة شتقوم مضاربة، شي يقوم ملاطم. ولعلمكم ترى أنا مو راضي عن شخصية أوسب، ماني راضي. الرضا إني مبسوط لحالته وضعفه، لا أنا ماني مبسوط، بس إني متفهم وعارف في قرارة نفسي إنه هذه الأسباب اللي إلى الآن وصلتني ما هي سبب يخليني أكره أوسب أبدا. حلو الكلام
هذا علمي وسلامتكم، يعطيكم الصحة والعافية، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.